مس قلت صفحة كام؟ 324 أوكي بيسجل كده صح؟ أوكي Let's start uh, unit 6 uh, six. lesson 3 and 4 the grammar طيب page 324 طيب الدرس ده سهل قوي بس نركز احنا خدنا قبل كده لو من الضروري نعمل حاجة او مش من الضروري نعمل حاجة بس خدناها في البريزنت الحاضر تمام طيب لو بتكلم عن الماضي بقى حاجة من الضروري كنت اعملها او حاجة من الضروري ما كنتش اعملها اوكي فكرني بس بعد نص ساعة افصل وابعت لينك تاني عشان هنا لازم نفصل زي زمان عشان اللينك ده بتاعي مش بتاع الاكاديمي عبال ما ان شاء الله يصلحوه اوكي تمام يبقى حاجه كان من الضروري ان انا اعملها في الماضي او مش من الضروري ان انا اعملها برضو فين في الماضي طب هقولها ازاي بقى بالانجلش had to يبقى plus infinitive هحط had to بعد كده الفعل في المصدر دي حاجه لو من الضروري ان انا اعملها طب لو مش من الضروري ان انا اعملها يبقى didn't have to plus infinitive didn't have to plus infinitive زائد المصدر يبقى حاجة من الضروري هقول إيه؟ Had to وبعد كده الفعل في المصدر طب مش من الضروري Didn't have to وبعد كده الفعل في المصدر أوكي؟ زي إيه مثلاً تعالوا نقرأ الأمثلة He had to stay up late last night to revise for the math test كان من الضروري عليه Had to plus infinitive Had to stay up late last night كان لازم يفضل صاحي من الضروري انه يفضل صاحي بالليل امبارح عشان يراجع عشان عنده امتحان رياضيات فكان لازم يقعد يراجع يبقى ده كان من الضروري ولا مش من الضروري في الماضي كان من الضروري ولا مش من الضروري من الضروري من الضروري كان من كانت المفروض تحصل في الماضي يبقى اقول had to طبعا الفاعل بنحطه في الاول هي شي ات they وي يو اي اي فاعل بعد كده احط هاد تو اللي هي هاد تو بلس انفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر يعني ايه الفعل في المصدر يعني ولا بحط اس ولا اي اس ولا اي جي ولا اي دي مش بحط اي حاجه بحط الفعل زي ما هو بعد هاد تو اوكي طيب عايزه اقول بقى ما كانش نص السنه م. شهر واحد كم واحد هما يعني في حددوا وفي لسه ما حددوش بس هو يعني بعد اول عشر ايام انا كنت قريت الخبر يعني بس بعد اول عشر ايام يعني 13 14 حاجه كده <تصفيق> 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 احنا ان شاء الله هناخد شهر 12 مراجعه طيب آه. طيب مش من الضروري بقى هنقول ازاي قلنا مش من الضروري يبقى didnt have to plus infinitive طيب i didn't <applause> have to do... i didn't have to do what my friends suggested ما كانش من الضروري ان انا اعمل اللي اصحابي اقترحوه عليا يعني مثلا عايزين يروحوا السينما مثلا عايزين مثلا يلعبوا بلاي ستيشن يعني مش من الضروري مش حاجه ضروريه قوي ان انا اعملها فاهمين يعني مش حاجه فيها ضرورة ان انا اعملها مش من الضروري ان انا ايه ان انا إيه اعمل اللي اصحابي اقترحوا عليا يبقى I didn't طبعا برضو قلنا اي فعل الفعل سواء انا او هو او هي او هم كلهم هي شي ات زي وي يو اي اي subject. اي سبجكت اي فاعل ما كانش من الضروري يبقى didnt have to اكيد الفعل في المصدر i didn't have to do what my friends suggested اوكي طيب يبقى من الضروري هقول ايه هاد تو من الضروري هقول ايه اهي هاد هاد تو تو الفعل في ايه في المصدر تمام طيب مش من الضروري هقول ايه مش <مسف> آه. <ما مسف> <ما براف> <ما مسف> من الضروري نقول didnt have to didnt have to plus صح انا اه شاطر يا محمد برافو طيب لو انا عايزه اسال بقى عايز اقول هل من الضروري ان انا اعمل كذا 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 عايز اسال بقى السؤال هنقول ازاي خدنا الجمله المثبته والجمله المنفيه نشوف السؤال بقى عندنا نوعين من الاسئله يا اما سؤال اللي اجابته يس او نو يا اما سؤال طويل اللي بيبدا بكويشن وورد يعني وات وير ويتش وين هو متى من uh, ماذا عندنا نوعين من الاسئله طيب لو هسال السؤال اللي بيسموه yes or نو questions يعني السؤال اللي هي اجابته بتبقى yes او نو no. يبقى هبداه بديد ليه هبدا بديد لان كده كده انا هسال على حاجه في الماضي طالما هسال على حاجه في الماضي يبقى هسال بايه بديد تمام did you have to go to the dentist did you have to go to the dentist يبقى هحط did في الاول ركزوا معايا وبعد كده هحط الفاعل ايا كان هي شي ات اي ذي يو ايا كان الفعل بكده احط have to plus infinitive. Did you have to go to the dentist؟ هل كان من الضروري إن أنت تروح لدكتور الأسنان؟ dentist يعني دكتور أسنان. طيب طالما السؤال بديد يبقى الإجابة لو لو أه كان من الضروري هقول yes I did. طب لو مش من ضروري يبقى no I didn't. أوكي؟ okay. اوكي <applause> يبقى تاني تاني عندنا نوعين من الأسئلة طبعا الأسئلة دي في الماضي كل كل الدرس النهارده في الماضي طيب لو هسأل السؤال اللي إجابته يس يس أي ديد أو نو أي ديدنت يبقى لازم السؤال يبدأ بإيه؟ بديد يبدأ بإيه؟ بديد بديد Did you have to go to the dentist؟ Did she have to go to the dentist? Did they have to go to the dentist? أيا كان بقى الإيه الفاعل؟ هل كان من الضروري إن أنت تروح؟ هل كان من الضروري إن هي تروح؟ هل كان من الضروري إن هما يروحوا؟ يبقى الإجابة يو أنت هحولها لأنا عشان أنا اللي بجاوب فهقول يس أي ديد طب لا ما لو ما كانش من الضروري هقول نو no, أي didn't ده أول نوع من الأسئلة يبقى أول نوع من الأسئلة ببدأ بإيه؟ ها قولوا لي ببدأ بإيه؟ بدد بدد برافو وبعد كده أحط الفاعل وبعد كده أحط إيه؟ have to plus infinitive have to plus infinitive infinitive قلنا اللي هو المصدر تمام؟ طيب النوع الثاني من الأسئلة اللي هي بقى إجابته بتبقى طويلة مش إجابته نعم أو لا، لا إجابته طويلة طيب لو السؤال هيبدأ بكويشن وورد يعني what أو where or أو which or when or who طيب هنا جايبين what طيب بعد what على طول هحط ايه هحط did what did you ايا كان الفعل قلنا ايا كان الفعل you او he او she او it او they او we what did you have to do at primary school فاكرين يعني ايه primary school خدناها احنا قبل كده الكلمه دي

الثانوي secondary. Okay. okay. يبقى okay. primary، primary، ال um, primary يعني ابتدائي. يبقى what did you have to do at primary school؟ المفروض إن أنت كنت تعمل إيه و وانت في الابتدائي؟ مثلا I had to study well. I had to study well كان المفروض ان انا اذاكر كويس اوكي يبقى النوع الثاني من الاسئله هيبدا باي صيغه استفهام متى او من او ماذا او اين تمام طيب هنا هم كاتبين وات يعني ماذا طيب ايه اللي هيلزق في د في وات على طول did بعد كده الفاعل بعد كده هاف تو كده الفعل في المصدر يبقى وات Did you have to do at primary school? طب الإجابة أما أجي أجاوب بقى هقول I had to plus infinitive I had to study I had to uh, to to see I had to I didn't have to play وهكذا أوكي okay? يبقى نوعين من الأسئلة السؤال اللي بيبدأ بديد الإجابة بتاعته yes أو no السؤال اللي هيبدأ هي ب question word اللي هي what where which when يبقى الإجابة بتاعته إجابة طويلة أوكي أوكي خامس اوكي برضو ال... ده جزء تاني بقى من الدرس تعالوا نشوف اما اجي عايزه اتكلم عن القدره يعني مثلا انا قادر اعمل حاجه او مش قادر اعمل حاجه هقولها ازاي بالانجلش ده ده جزء تاني خالص بقى ماشي برضو لو انا كنت قادر اعملها في الماضي مش في الحاضر حاجة كنت قادر اعملها في الماضي هقول ايه بقى we use could يا اما هستخدم could ال ال silent اوكي يا اما هستخدم was aware able to طيب ايه اللي هياخد was he she it و المفرد هو وهي وانا هياخدوا was able to plus infinitive إيه اللي هياخد where؟ الجمع، they, we, you هياخدوا where able to plus infinitive يبقى أنا لو عايزة أتكلم على القدرة على حاجة هعملها في ال... كنت كنت ممكن أعملها في الماضي يا إما هستخدم could يا إما هستخدم was aware able to plus infinitive الفعل اللي هيجي بعد could أو هيجي بعد were able to أو was able to برضه هيتحط في الإيه؟ في المصدر يبقى could او be able to يبقى عشان انا عايزه اعبر عن ايه القدره فين في الماضي هل كنت اقدر اعملها في الماضي او لا طيب لو انا ما كنتش قادر اعملها مش هقول بقى could هعمل ايه هقول couldn't هزود not ما بيختصروها بدل ما يكتبوا ان او تي بيكتبوا ان ابوستروف تي يبقى حاجه ما كنتش قادر اعملها هقول couldn't او couldn't طبعا plus infinitive زائد المصدر أو wasn't or weren't able to plus infinitive يبقى لو حاجة كنت قادر أعملها هقول إيه؟ يا إما هقول could يا إما هقول was aware able to طيب لو ما كنتش قادر هقول إيه؟ أقول couldn't أو هقول wasn't or weren't yes or weren't able to تمام وكل الكلام ده القدره فين في الماضي في الزمن الماضي مش الحاضر الماضي كلامنا النهارده عن الماضي يعني لما اجي اقول مثلا I was able to say sorry to to فوزي I was able to say sorry to فوزي يعني انا كنت قادر كان عندي قدرة القدره ان انا اعتذر لفوزي طيب لو انا مش عايزه اقول I was able to ممكن احط ايه بدلها الكلمه الثانيه اللي تعبر عن القدره ثواني ثواني هي موجودة فوق اهي كولد كود كود صح يمكن ممكن اقول I was able to say sorry to فوزي او I could say sorry to فوزي الاثنين هيدوا نفس المعنى الاثنين هيدوا نفس المعنى وهيدوا نفس المعنى ان انا قادر اعمل الايه الفعل ده ان انا اعتذر طيب لو انا بقى مش قادر هقول ايه؟ I wasn't able to say sorry to فوزي لو انا بقى مش قادر ما عنديش القدره اني اعتذر فاقول I wasn't able to say sorry for Fawzy. اوكي؟ okay. طيب او ممكن okay. اقول I couldn't say sorry to Fawzy. I couldn't say sorry to Fawzy. يا اما هست... هقول was able to او could. طيب لو انا عايزه ان فيها ما كانش عندي القدره هقول couldn't او wasn't able to you understand ده طبعا في المفرد يبقى شايفين هما جايبين لك I أنا he هو she هي it لغير العاقل was able to plus infinitive طيب الجمع بقى they هم أو هن we نحن you أنت أو أنتي أو أنتم أو أنت أو 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 أنتن were able to plus infant خلي بالكم يبقى المفرد بياخد was able to الجمع بياخد were able to تاني المفرد بياخد was able to ركزوا المفرد بياخد ايه عشان نتكلم عن القدره was was able to والجمع والجمع وي وير 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 ايبل تو تمام ثواني بس الاذان ثانيه واحده تمام Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. اوكي معايا معاك اوكي طيب قلنا يبقى عايزه اتكلم على القدره هقول was او وير لو الفاعل مفرد هقول was لو الفاعل جمع هقول وير able تو يا اما بقى هستغنى عنهم خالص واقول could could ماشية مع الجمع والمفرد الاثنين we could see we could see an amazing waterfall كلمة بقى could يعني ايه يعني عندنا القدرة نقدر نقدر او able to برضو نقدر يبقى الاثنين هيدوا نفس المعنى اوكي وهو هيبقى موضح في الامتحان هنستخدم اي واحدة فيه تمام وقلنا النيجاتيف بنحط ايه wasn't او weren't او couldn't صح They couldn't understand why I did it. هما مش قادرين يفهموا ليه أنا عملت الغلطة دي. They didn't they couldn't understand why I did it. طيب هنا استخدم couldn't طب لو عايزة استخدم بقى اللي was, uh, was أو were يبقى wasn't able to أو weren't able to ده في الإيه في النفي. أوكي؟ طيب عايزة أعمل سؤال بقى هل أنت عندك القدرة تعمل كذا؟ could you walk when you were two years old انت لما كان عندك سنتين كان عندك القدرة انك تمشي yes I could او no I could أيوة. كنت بتعرف yes. كنت بتعرف تمشي عندك سنتين أيوة يا لا يا هو الطفل بيمشي هو عنده آه. ده أخويا عبد العزيز عنده سنة ونص وماشي يا مس سنة ونص وبيمشي تمام يبقى هنا انا بسأل على ايه على القدرة يبقى هسأل عليها ازاي could you walk could بعد كده احط الفاعل أو ممكن أقول could she walk could they walk could we walk walk يعني يمشي when you were two years old طيب الإجابة هتبقى yes I could لو أنا كنت قادر طب لو أنا ما كنتش قادر أقول no I couldn't يبقى لو فاطمة no I could I... إيه إيه فاطمة no I could وانا yes, فاطمة no I هتقول no I couldn't وأنت هتقول yes I could ما هم بيقولوا باين اللي بيمشي الاول مش مش بيطلع سنين باين او اللي بيطلع سنين مش بيمشي في حاجه كده عكس الثانيه مش عارفه والله ما عنديش خبره فيه. طيب يبقى عشان اسال على القدره هسال بكود طيب او ممكن اسال برضو بكويشن ورد يعني where which when لو قلت what could you do last weekend what could you do last weekend هو انت الاجازه ال.. ال.. اللي فاتت الويك اند اللي فات كنت تقدر تعمل ايه what were you able to do at primary school يبقى بسال على القدره هسال ب what او which او when ايا كان الكويشن وورد هلزق فيها على طول ايه could بعد كده الفعل زائد الفعل في المصدر اوكي هنا لو انا هسال السؤال Uh, what could you do last weekend؟ كنت تقدر تعمل إيه؟ طيب قلنا برده في القدرة ممكن أسأل بوز وير What were you able to do at primary school؟ كنت ممكن تعمل إيه في المدرسة الابتدائي؟ إيه؟ يبقى تاني بسرعة كده تاني عشان أسأل على القدرة هسأل يا إما بقد بعد كده subject اوكي verb in the infinitive الإجابة هتبقى بيس أو yes no افتكروها بتاع الطفل اللي هيمشي ولا مش هيمشي ده أوكي؟ طيب could you walk when you were could you walk when you were two years old yes I could oh no I couldn't question that is the fame. what could you do in the primary school what could you do uh, what were you able to do يبقى هنا انا بسال على القدره فين في الماضي تمام يبقى احنا النهارده خدنا حاجتين القدره وعدم القدره والايه والسؤال تمام وخدنا من الضروري وعدم الضروري اللي هي had to وديدنت هاف have to تمام خلصنا يا مس عايزين نحل بقى عايزين ثواني هبعت لكم اللينك تاني والله يا مس انا 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 من رأيي انا من رأيي مس ناخد نص درس يعني طيب بصوا احنا هنحل كام واحدة وخلاص هنحل كام واحدة وخلاص هبعت لكم اللينك مس من رأيي من رأي أ... رأي احنا ناخد ناخد جديد ناخد ايه؟ ناخد الجديد 5 و 6 ناخد الجديد يا مس أيوه أنت عايز تخلص النهاردة أنت عايز تكروت ليه يا محمد؟ ما بكروتش أنت ليه عايز تكروت والله مثلا عايزة عايزة اخلص عشان الواحد فرحان كده ما هنفرح يوم الأربعاء ان شاء الله هنفرح يوم الأربعاء لكم اللينك تاني ثانية واحدة تمام